عقدت هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية ورشة عمل حول التوجه السياسي بل التوجه الاستراتيجي للحوسبة الحسابية للوزارات الحكومية بالتنسيق والتعاون مع شركة أمازون بحضور ومشاركة أكثر من 60 مختصا يمثلون الجهات الحكومية وشبه الحكومية في مجال تقنية المعلومات، وذلك لتوجيه جميع الاستثمارات المتعلقة بتقنية المعلومات والاتصالات نحو الحوسبة الحسابية. في توجه استراتيجي سياسة ممنهجة يتحقق من خلالها أمران: خفض التكلفة المادية وتقليل الوقت، ليكون ذلك في الحوسبة السحابية التي حملتها ربوع هذه الورشة لتعزيز التواصل مع الجهات الحكومية لإزالة العوائق والتحديات ووضع السياسات اللازمة على خلفية اعتماد سياسة الحوسبة السحابية للمملكة من قبل اللجنة العليا لتقنية المعلومات والاتصالات كأول دولة عربية تعتمد هذه السياسة. في العادة الحكومة كانت تشتري جميع أجهزتها من جهاز مركزي أو كان جهاز في كل وزارة. اليوم هذه الأجهزة تستخدم عن طريق شركة بأجرة وتدفع الحكومة على استخدامها فقط، فبيساعدنا في إيش؟ في تقليص المدة اللي احنا نحتاجها للحصول على الكمبيوتر والتخزين، وفي نفس الوقت بيسرع عملية تفعيل الأنظمة الجديدة في الحكومة، فبتحول المدة من 9 شهور إلى يوم. أما ما قامت به الهيئة فيانا توجيه من اللجنة العليا بأن تكون الحوسبة السحابية أولا، اللي هي الخيار الأول والوحيد حق الوزارات. على هالأساس وضعنا سياسات، وضعنا إجراءات، ورسمنا الاركيتكتشر المطلوب للوزارات لتفعيل وتسهيل نقل الوزارات إلى هذه البنية الجديدة. جملة من النتائج المرجو تحقيقها تأتي على النحو التالي: توسيع نطاق العمل وزيادة المرونة والتنافسية لدى الجهات الحكومية في تقديم خدمات ذات جودة عالية، لا سيما الدور الاستثمارية للحوسبة السحابية في تقليص النفقات، وما سيسهم بعدها في تعزيز توجه المملكة لمواكبة التطور المتسارع في مجال تقنية المعلومات المقدمة للمنتفعين من جميع شرائح المجتمع. اليوم في مملكة البحرين احنا نفخر ان احنا من الدول الرائدة في اطلاق الحوسبة السحابية، واللي طبعا اطلقنا عليها اسم الحوسبة السحابية اولا اساس نشجع الجهات الحكومية ان هي تتوجه اولا الى الحوسبة السحابية، وذلك لخفض نفقاتها التشغيلية وتحسين خدماتها الحكومية. طبعا الهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية بيكون لها دور كبير في إنها تطبق هذه السياسة وتضمن أن الإجراءات اللازمة لتطبيق هذه السياسة معدة وجاهزة للتنفيذ. راح توقف طبعا يدا بيد مع الجهات الحكومية عساس تنفذ هذه السياسة. فكرة أن احنا بدال نركز على الأمور التشغيلية في مجال تقنية المعلومات والاتصالات راح توفر علينا الحوسبة السحابية الجهد اللي نبذله على الأمور التشغيلية في مجال الاي تي إلى أمور ممكن نركز عليها في مجال تطوير خدمات أفضل نقدمها للجمهور، نقدمها للموظفين عبر نظام إلكتروني ينعكس على الخدمات المقدمة للأفراد ومؤسسات المجتمع. يتسع الأفق نحو قطاع تقنية المعلومات الحكومي لتطوير البنية التحتية واستمرارية الإشراف على البيانات وضمان حمايتها في الحوسبة السحابية. إيمان شرف لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.